يسلموا ايديكي تمارا، عن جد الاكل كتير طيب. يسلموا ايديكي. يسلموا ايديكي. صحة وعافية. تمارا ما في منها، شاطرة كتير. خجلتني. بتحبوا نشرب القهوة هنيك؟ طيب، إذا استأذنت ما بتزعلوا ما؟ نزعل. وتمارا بتجن إذا ما شربتك قهوتها. ما بدي زعلها، بس مبارح قضيت الليل بالدوام، إلي يومين منايم، إذا ما استرحت كيف بدي أمسك مصطفى؟ معناتها دخيلك روح نام وارتاح، حتى أنا ما عم أقدر نام بالمرة. نامي وارتاحي، الشرطة عم تلحقه. هذا يوسف؟ ما أخي. ألو يوسف؟ تصبحوا على خير. تفضل، رح أصلك على الباب. ما تعذبتوا على الطريق؟ مناح، أنت كيفك؟ كيف ليلى؟ أعطيني إياه، بس لا تقلي له شي. خليل منيح، عم نتعشى عنده أنا وأخي زاهر. خليني أحكي معه شبه. إيه بقول له. طيب بوصلي ليلى، بقول لهم. لك هاتي بقى. وأنت كمان. شو؟ عم نحكي. ألو أخي. الحمد لله. أخي، دقيقة خليك معي. أخذ التليفون مني مشان يحاكي. لا عمري ما بيعمل هيك شي. إيه شو بده يوسف؟ وصلوا بالسلامة وبيسلم عليك كمان. الله يسلمه. مشان ما يضايقني ما سألني عنه، لو يعرف اللي صار. ليكي، أنا مو مشان تهدي ولا حتى أرفع معنوياتك، رح أحكي لأني واثق، رح أخلص منه عن قريب، أنا متأكد، عن جد صدقيني. شو شبعت؟ كتر خيرك. فيا العافية. في حدا إجا؟ هذا المعلم. الحمد لله على السلامة معلم هارون، هالشب عم يستناك، بده يشتغل. تحياتي معلم، سمعت انك بحاجة لعامل. بقصد انه انا بحاجة شغل. دخلك اشتغلت بهالمصلحة من قبل؟ اشتغلت معلم، كنت جرسون وحارس ليلي بأكثر من مطعم. بس عندي ما في تخصص، ها جلي، تنظيف، كل شيء بدك تشتغله. موافق. وبحرس بالليل معلم. الاجرة قليلة والبخشيش على اثنين اذا بيعجبك. موافق معلم. وانا موافق. شكرا معلم. خلاص الله يرزقك. صحيح شو اسمك؟ حقي. اسمي حقي يلمص. بالتوفيق. بتشكرك. أمينة. تشرفنا. أنا رايحة. الله معك يا أمينة. شكرا. ألو، كيفك؟ أنا منيح. لك يا زلمة، شو شفت لك حادث على الطريق؟ والله بيخوف، أشعر بدني منه. العالم كله واقف عم تتفرج، شرطة وأمن. إيه والله، مو حاطين حزام الأمان، لأول ميتين. ملوك امشي امشي، ساعملتي لي روميو وجولييت. مساء الخير. يعطيكم العافية. تسلم. أهلا. سلام. تعودتوا؟ خليل هون او انتوا هنيك؟ ما تخنتوا شوي؟ ايه بتروحوا ما بتعرفوا ترجعوا، عم تخلونا ننطركم لصاص الليالي. كنت نام، ليش لحتى تنطرنا؟ بدي اعرف شو قال الضابط. وشو بده يقول يعني؟ عم يدوروا. اسمعوا، لا يكون الضابط حجي. ها
كذبتوا على اساس جاي الضابط. وليش لحتى نكذب؟ يعني اذا ما اجى الضابط ما منزوره لخليل؟ خففوا روحاتكم شوي على القليل. هلا فاتي نام، تصبح على خير. ميرنا انا رايح معكم على الدكان بكره. ها اي طيب. تصبح خير. وانت بخير. سكر الباب منيح، في فرشة جوا، نام عليها بس تفيق الصبح بتنظف. حاضر معلم، انت ولا كلك فكر. مصطفى كانش، الأب أحمد، الأم نديمة. واحد مطلوب بثلاث جرائم قتل بيموت بهيك حادث؟ قصة غريبة، وحتى الجثة كتير صعب إنه حدا يتعرف عليها. طيب السيارة عرفتوا لمين كانت؟ إيه وأصحابها هلأ جايين. محتاج حدا منهم مشان التحليل. والدم اللي على الجاكيت طابقتوه مع تحليل الجثث الموجودة؟ أكيد واحد من اللي مات وما هو الشخص المطلوب. ببعت لك التقرير بأسرع وقت. عم بنطر بخاطرك. الله معك. جاكيت مصطفى كان برات سيارة الحادث، والجثث احترقت لدرجة ما بتنعرف. قصة ما بتدخل العقل، فكرة غبية. مشطوا المنطقة بدقة، ممكن تلاقوا شهود عيان. رجالنا كلهم يا سيدي عم مشطوا المنطقة. خلينا نلتقي بأهل صاحب السيارة هلأ، خلينا نفهم منهم شو لهم علاقة بمصطفى. حاضر سيدي. حقي أنا مو عم نادي لك، تعا حضرت الفطور. ساعة كلك لقمتين بعدين كمل شغلك. ليش عذبتي حالك؟ ايه يلا عود. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.